السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراجل دوت بيقول لك ان عدد المشاهدات عمل قفزة رهيبة، من مفيش حد بيتابعه ومفيش حد بيشاهد المشروع بتاعته، نط من 0 ل 72 مليون، طيب على لينكد ان خلال سنة. هو استعان بموقع الشات جي بي تي وبموقع تاني اللي هو الموقع دوت. الموقع دوت بقى يديله نصايح، يقول له ايه افضل محتويات او افضل منشورات اتنشرت على لينكد ان في مجال معين. يعني انت راجل متخصص مثلا في البيزنس، فهو قال له انا عايز افضل مقالات في البيزنس. طب بعد كده بدا ياخد المقاله دي ويروح لشات جي بي تي ويقول حللها لي واديني توجيهات واعمل لي مقالات زيها. فبدا يساعده وبدا يقول له مثلا طب انا عايز انشر مثلا اديني 60 مقاله ل 60 يوم بعد كده. فيبدا ياخد المقالات ويبدا كل يوم ينشر مقاله في الموضوع دوت. فده فاده ان هو بقى مواظب على ان هو ينشر مقالات بمستوى معين واحترافية معينة، فده زود المتابعين بتوعه. فدي فكرة كويسة لزيادة المتابعين بتاعتك. هو استعان بالموقع دوت ان هو يوصل لافضل مقالات على اللينكدين في المجال الخاص بيه. ده بيبدأ يحلل له البيانات والداتا. طيب البرايسنج بتاعه او السعر بيبدأ من $40 في الشهر.